أهلا بكم مشاهدينا الكرام، نربط الاتصال الآن مباشرة بمقر رئاسة الجمهورية، حيث سينشط الوزير المستشار للاتصال الناطق الرسمي للرئاسة محمد سعيد بالعيد ندوة صحفية بحضور مختلف وسائل الإعلام الوطنية، وتتابعون مجريات الندوة الصحفية على القناتين الجزائرية الثالثة وقناة الجيري. ما نشوفكمش. بداية سهل، من المنتظر الآن تتابعون النشرة بداية من الآن، حيث نقول نربط الاتصال مباشرة مرة أخرى بمقر الرئاسة. وننتظر بداية الندوة الصحفية التي سيعقدها وزير المستشار برئاسة الجمهورية الوزير محمد سعيد بالعيد بحضور مختلف وسائل الإعلام الوطنية. المجريات الندوة الصحفية كما قلت تتابعونها على قناة كانال الجيري والجزائرية الثالثة. عنده النقايص نتاعو لازم تتفاهم الظروف، حتى في عدد الصحفيين اللي مدعوين ما قدرناش نفتحوا الباب للجميع، راكم تشوفوا الظروف 100 راه بيكون كل واحد وكذا، المره القادمه ان شاء الله كل الاسره العالميه تكون موجوده. نبدا ولا مثلا؟ نشاهد الآن السيد وزير الاتصال الناطق الرسمي للرئاسة محمد سعيد بالعيد لبداية ندوة صحفية بمختلف الجمهورية بمختلف وسائل الإعلام الوطنية. مجريات الندوة الصحفية تتابعونها على قناتين الجزائرية الثالثة وكانال الجيري. مباشرة الآن نشاهد الصور. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين، السيدات والسادة، أعضاء الأسرة الإعلامية، مرحبا بكم في مقر رئاسة الجمهورية. يسعدني أن ألتقي بكم اليوم لثاني مرة منذ تعييني في هذا المنصب للإجابة على أسئلتكم وانشغالاتكم المتعلقة بنشاط رئيس الجمهورية من قرارات واجتماعات وبيانات، حتى تتمكن الرئاسة من خلالكم من تنوير الرأي العام الوطني بالمعلومات الصحيحة الدقيقة ودحض الإشاعات والأخبار الكاذبة المضللة والمغرضة. إنني هنا معكم بصفتي الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، لذلك أطلب منكم طرح الأسئلة التي لا علاقة لها بنشاط الحكومة، لأن للحكومة ناطقا رسميا بها يجيب على انشغالات الصحافة. ومن محاسن الصدف أن ينظم هذا اللقاء في جو من التفاؤل بزيادة التحكم في مكافحة جائحة كورونا بعد ظهور مؤشرات إيجابية
عن تحسن الوضعية الصحية العامة في البلاد خلال الأيام الأخيرة، ويكفي هنا ذكر بعض أسباب هذا التفاؤل: تراجع انتشار الإصابات في العديد من الولايات، ارتفاع عدد المتعافين بشكل تصاعدي إلى 1099، وتراجع عدد الوفيات في الأيام الثلاثة الأخيرة إلى أقل من 10 وفيات في اليوم. رحم الله موتانا جميعا وألهم أهلهم الصبر والسلوان. إن هذه النتائج تحققت بدون شك بفضل الله، فشكر لله، وتحققت أيضا بفضل المجهودات الكبيرة التي من فك يبذلها عمال السلك الطبي والشبه الطبي والقطاعات الأخرى المعنية بمحاربة الوباء بصفة مباشرة أو غير مباشرة، وكذلك القرارات الحاسمة للسيد رئيس الجمهورية الذي يتابع تطور الوضعية عن كثب ساعة بساعة في كل الولايات، والساهر شخصيا على الجسر الجوي بين الجزائر والصين لاقتناء المستلزمات الطبية الضرورية في وقت قياسي. وساعد على ذلك أيضا انضباط المواطنين الذين ما زالوا مع ذلك مطالبين بالمزيد من الصبر، بالمزيد من الصبر ومواصلة التحلي بالانضباط والتحمل وعدم التراخي، لا سيما مع حلول شهر رمضان المعظم، حتى نتمكن بعون الله جميعا من الانتصار على هذه الجائحة نهائيا في أقرب وقت، وتعود الحياة تدب في كل المؤسسات، ويعود أيضا التواصل الحميمي بين الأفراد والعائلات، وحينئذ نتمكن بحول الله من تنفيذ أجندات بناء الجمهورية الجديدة وأهمها تعديل الدستور. إن جائحة كورونا لئن أثرت نسبيا على انتظام الاجتماعات الدورية لمجلس الوزراء الذي التأم أول أمس بتقنية التواصل المرئي عن بعد، إلا أن ذلك لم يمنع رئيس الجمهورية من المتابعة اليومية لنشاط الحكومة وإسداء التعليمات والتوجيهات اللازمة لها، فضلا عن متابعته لمستجدات الوضع الإقليمي والدولي خاصة في منطقة الساحل الإفريقي. وكما تعلمون قام منذ أيام قليلة بزيارة ميدانية في العاصمة، تفقد خلالها مستشفى ابن مسعود والصيدلية المركزية للمستشفيات، واطمأن على المرضى وعلى المخزون الوطني من المستلزمات لمكافحة جائحة الكورونا، وظروف المتابعة الصحية للمصابين شفاهم الله، وكذلك ظروف عمل القطاع الصحي ولقائه بالأساتذة والأطباء وأعضاء اللجنة العلمية للمتابعة والرصد، الذين أحييهم على كفاءتهم وعلى شعورهم العالي بمسؤولياتهم في هذا الظرف الحساس. كما واصل الرئيس لقاءاته مع وسائل الإعلام الوطنية طبقا لالتزاماته. وإجمالا أستطيع القول إن رئاسة الجمهورية حافظت على سيولة في المعلومات من خلال البيانات شبه اليومية بهدف إعلام الرأي العام وتنويره بكل المستجدات، ويعد ذلك مؤشرا على بداية تأسيس لنمط حكم جديد يقوم على الشفافية والفعالية والتواصل المباشر مع المواطن الذي كان مفقودا، والإشادة بالمؤسسات وليس بالأشخاص. وهنا أعلمكم أن السيد رئيس الجمهورية أصدر أمس تعليمة إلى جميع مسؤولي الدوائر الوزارية ومؤسسات الدولة بالكف عن استخدام عبارة بتوجيهات من رئيس الجمهورية
بتعليمات من رئيس الجمهورية، تنفيذاً لتعليمات رئيس الجمهورية، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية وما شابه ذلك. إن الذي أمر بسحب الفخامة، لقب الفخامة يوم تنصيبه، لم يطلب التقديس والتمجيد، وإنما طلب من الجميع أن يكونوا سنداً قوياً له، حينما قال، وأقتبس جملة له من الخطاب الذي ألقاه في حفل القسم: ساعدوني وشجعوني إذا أصبت، وقوموني وصوبوني إذا جانبت الصواب. لا مكان في الجزائر الجديدة، هذا معناه، لا مكان في الجزائر الجديدة لعبادة الشخصية أو الأشخاص، ذلك أمر ولا إلى غير رجعة. كما أعلمكم أن التبرعات المالية التي تصب في الحسابات المخصصة لها بعنوان محاربة كورونا كوفيد-19 بلغت حتى نهار أمس حوالي 230 مليار سنتيم، وحوالي مليون دولار. وحرصاً في الجزائر الجديدة على الشفافية والأمانة، وتجنباً لأي تأويل من طرف المتعودين على الاصطياد في المياه العكرة، أعلمكم أنه مباشرة بعد أن يرفع الله عنا هذه الجائحة، سيتم تحت إشراف الوزير الأول تشكيل لجنة مؤلفة من الهلال الأحمر الجزائري وممثلي المجتمع المدني، تتولى تقديم اقتراحات لرئيس الجمهورية حول كيفية توزيع هذه التبرعات على مستحقيها من المتضررين من الوباء. وهنا يجب الإشادة بكل من تبرع من المواطنين والخواص والمتقاعدين وإطارات الدولة المدنية والعسكرية وغيرهم، الذين تطوعوا بمدخولهم الشهري أو بجزء منه لصالح المجهودات الوطنية لمكافحة الوباء. إن هذه الروح الوطنية التي أبان عنها شعبنا من جديد، وخاصة الشباب منهم، وكعادته في الهبات الوطنية العارمة التي تميز شعبنا في المواعيد التاريخية الحاسمة، يجب أن نحافظ عليها في معركة بناء الجمهورية الجديدة. في النهاية، أتمنى العافية لجميع المواطنين والمواطنات، والشفاء لجميع المصابين، وأدعو بالرحمة لكل من توفاهم الأجل، وأقول للذين عادوا إلى منازلهم سالمين معافين: الحمد لله على السلامة، ورمضان كريم للجميع، وشكرا على حسن الإصغاء. الآن أفتح النقاش الأسئلة، وأود أن أنبهكم إلى أن الأسئلة لا يجب أن يتعدى مجموع الأسئلة في هذه القاعة 10 أسئلة، كل واحد عنده حق في سؤال. فإذا تفضلوا، وفلنتجنب أيضا التكرار في الأسئلة. تفضل. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حمزة بكي، قناة الشروق الإخبارية. أثارت التغييرات الأخيرة التي قام بها الرئيس عبد المجيد تبون على مستوى المؤسسة العسكرية الكثير من ردود الأفعال والتعليقات التي في معظمها أخبار كاذبة، ما تفسير مؤسسة الرئاسة لذلك؟ شكرا. أعتقد أن التغييرات الأخيرة التي شهدتها المؤسسة العسكرية تغييرات طبيعية تندرج في إطار التصور الجديد لرئيس الجمهورية لبناء دولة القانون ودولة المؤسسات، وهذا حركة عادية وطبيعية. تفضلي.
صباح الخير monsieur le ministre. نايلة بن رحال جورنال المجاهد. ما كاستيون فا بورتي سور لو كونفينمون. Pourquoi le choix de 10 jours? Est-ce qu'il y a une volonté justement d'aller vers un déconfinement progressif? Et qu'en est-il du plan de l'après-confinement? Vous l'avez évoqué lors de votre entrevue avec la télévision nationale. Quels sont les grands axes de ce plan et le mode de financement? Merci de me répondre. الحجر الصحي إلى 29 أفريل هذا من اختصاص الخبراء والأطباء واختصاص اللجنة العلمية هي التي رأت أنه من الضروري التمديد حتى 29 ربما كما أسلفت أن هناك مؤشرات إيجابية ساعدتهم على اتخاذ مثل هذا القرار وإن شاء الله يعني الأيام القليلة القادمة نزيد نشوف فيها تحصل فيها أيضا أخبار سارة بخصوص يعني تحسن الوضع العام هذا هي يعني اذا هذا من اختصاص اللجنه العلميه اما ما ياتي فيما بعد ان شاء الله بعد رفع الحجر الصحي متى لا اعلم واريد ان اؤكد هذا ولكن هذا الحجر هذا التاريخ لرفع الحجر الصحي ناكد هذه فرصه اعطيتها لي بارك الله فيك باش ناكد هو بايدي المواطنين بقدر ما نلتزم أو نتشدد مع أنفسنا في الانضباط والتقيد بإجراءات الوقاية بقدر ما نعجل بساعة الخلاص والخروج من هذا الحجر الصحي إذا المواطن مسؤول أيضا على التعجيل بتاريخ رفع الحجر الصحي مع الأسف هناك مظاهر أحيانا نراها يعني تبعث على التساؤل إن كان هناك وعي كامل بخطورة ما يفعله هؤلاء حينما على قلتهم حينما يتعمدون خرق إجراءات الوقاية من الوباء تفضل عبد الملك سينيغري قناة بير تي في أريد الحديث معك أو سؤالي لك على دور سلطة ضبط السمع البصري في مراقبة الأخبار الكاذبة التي تنشر والإشاعة التي أحدثت ضجة مؤخراً خاصة في وسائل التواصل الاجتماعي. لا سلطة الضبط ما تحملهاش أكثر مما تحمل هي يعني سلطة الضبط السمعي البصري موجودة ولكن في واقع الأمر هي بصدد التشكيل والبحث عن مقر عملياً لم تكن فعالة بالشكل المطلوب في المرحلة السابقة وأنتم أهل الاختصاص تعلمون جيدا هذا حتى المقر الذي كانت فيه لم يكن مقر لائق برسالتها الكبيرة في مرافقة كل ما يتعلق بالنشاط السمعي البصري الآن فيه تغيير فيه مدير فيه رئيس جديد هو سي محمد لوبير هو ينشط في مقر جديد لهذه المؤسسة والظروف التي فاجأت الجميع ظروف الكورونا فيروس فاجأت الجميع خلت أن ربما عملها كقوة ميدانية موجودة فعالة في الميدان يتأجل قليلا لكن يعني وزارة الاتصال موجودة ووزارة الاتصال تقوم بما عليها من كل الواجبات لتغطية هذا النقص المؤقت في نشاط لجنة السمع البصري ضبط السمع البصري لاراف تفضل السلام عليكم زكريا لاف قناة الحياة الجزائرية طيب ما هي التدابير التي اتخذتها السلطة سيد محمد أسعيد في مواجهة الأزمة الحادة التي يعيشها العالم وتعيشها الجزائر جراء انهيار أسعار النفط شكرا على كل حال هذه ربما هذا الخبر هذا السؤال جوابه موجود في أحد بيانات مجلس الوزراء عندما قرر مجلس الوزراء اتخاذ بعض الإجراءات منها الإجراءات يعني تخفيض النفقات أو تخفيض وارداتنا بنسبة 30% الذي تذكر مجلس الوزراء اتخذ مثل هذه القرارات واتخذ قرارات أخرى على صعيد يعني تخفيض كذلك كل الأموال التي كانت مخصصة للدراسات الخارجية والخدمات الخارجية إذا فيه احتياطات اتخذت قبل اليوم على الأقل بشهر ونص أو شهرين
هذه كنا نتوقع هذه الأزمة واحتطنا لهذه الأزمة، والحمد لله يعني ما زلنا يعني متحكمين في هذه الأزمة، وإن شاء الله تنفرج السوق العالمية ويرجع البترول سعر البترول إلى سعره يعني الذي يريح الجميع المستهلك والمنتج. تفضل. السلام عليكم، رفيق شلغوم مدير موقع الإلكتروني الجزائر الآن. أولا نسمح لي سيد الوزير المستشار أني نقدم لكم بالشكر الجزير والسيد رئيس الجمهورية على فتحكم مقر لرئاسة الجمهورية لأول مرة للمواقع الإلكترونية، فشكرا جزيلا للسيد الرئيس ولشخصكم ولكل العاملين في الإعلام على مستوى مؤسسة رئاسة الجمهورية. وسؤالي يعني كيف أو كيف تقرؤون الحملات الإعلامية الممنهجة من طرف الإعلام المغربي ضد شخص الرئيس ومن طرف بعض الدول التي أصبحت يعني مؤامراتها تقريبا مفضوحة ضد الأمن القومي للجزائر؟ تصريحات السيد رئيس الجمهورية بإعادة بتصميمه على أن تستعيد الجزائر دورها الإقليمي في المنطقة، ربما هذه أقلقت بعض الدول وبعض الأنظمة التي كانت تريد أن تستمر الجزائر مثل ما كانت في السابق مغيبة أو بصوت خافت، وهذا لا يؤثر أبدا في توجه الجزائر إلى لعب دورها الإقليمي كاملا غير منقوص، أحب من أحب وكره من كره. ولهذا ليس لي من رد على من لا انشغال لديه إلا يعني إلا القيام بحملات يعني وسخة وقحة ضد الجزائر، ويا ليت هذه الحملة كانت ضد السياسة الجزائرية وإنما الحملة التي تستهدف شخص رئيس الجزائر. نحن قادرون على فعل أكثر من ذلك ولكن أخلاقنا لا تسمح لنا، واهتمامنا الأول بتطوير البلاد يجعلنا نفضل تخصيص هذه الطاقة للتفكير فيما نبني به البلاد وليس فيما نرد به على الأصوات الناعقة. تفضل شوية هكذا. بونجور سي ماجد ماكلي دي جورنال الوطن. Donc, je voudrais revenir sur votre déclaration concernant l'édification de l'État de droit et l'engagement de construire une démocratie en Algérie qui a été fait par le président de la République. Donc, aujourd'hui, il y a un tableau, j'allais dire sombre, concernant la liberté de la presse. Aujourd'hui, on a des journalistes qui sont en prison. L'un de nos confrères a été arrêté en pleine couverture d'une marche, il est aujourd'hui en prison. Il y a des journaux électroniques qui sont bloqués, il y a des journaux aussi qui souffrent d'une certaine pression due à la publicité. Il y a aussi un autre élément concernant l'ouverture des médias publics à l'opposition et à un débat contradictoire. Donc j'aimerais avoir votre réponse concernant ce fait. Est-ce qu'on peut construire un état de droit et une démocratie avec une fermeture ? على كل حال دولة القانون نحن بصدد بنائها. هناك ممارسات تعود عليها البعض من قبل وممارسات هذه لم تعد صالحة في دولة القانون والمؤسسات التي يجري بناؤها الآن. لما تقول لي أن هناك صحافيين، نقرأ في الصحافة هناك صحافيين وهناك سجناء الرأي وكذا، أود بهذه المناسبة أن أذكر بمبدأ أساسي ونختم النقاش حول هذا الموضوع، لأن هذا الموضوع سيتكرر في كل مرة، لازم نستوعبه مرة للمرة الألف وللأخيرة إن شاء الله، أن هناك تشجيعا كاملا، هذا هو المبدأ، لحرية الصحافة في الجزائر. ما كانش دولة
في المنطقة الإفريقية ولا العربية عندها هذا الزخم من وسائل الإعلام، هذا الزخم من القنوات الخاصة، هذا الزخم من المواقع الإلكترونية مثل الجزائر. وكم تشوفوا الناس، خذ الصحافة ما تشوف لي جريدة واحدة، خذ 150 جريدة يستين شوفوا شي كتبوا يوميا انتقادات وكذا نتحملها. هذه شيء طبيعي، الديمقراطية تحتاج إلى الصوت الآخر وتحتاج إلى السلطة المضادة أيضا للمعارضة، وهذه هكذا نسير. إذن هذه يعني حرية الصحافة يعني يشجعها رئيس الجمهورية بكل ما أوتي من قوة، ومن خلال تشجيع التكوين، ومن خلال تجعيل الاحترافية، ومن خلال فتح أبواب المؤسسات لمصادر للصحفيين، ولكن في حدود، ولازم هذا نتفاهموا عليه، في حدود ثلاث أشياء. حدود القانون، موجود قانون لازم نخدم في إطار القانون، اللي ما عجبوش القانون يروح يغيره من خلال المسار المعهود، يجي انتخابات برلمانية غدوة، يجيب أغلبية برلمانية ويدخل الحكومة ويغير. أما الآن فيه قانون لازم نحترمه، قانون الإعلام واضح وضوح الشمس في رابعة النهار، وهذا قانون مش جديد، صدر في 2012 يعني عنده تقريبا 8 سنوات. ثانيا احترام الأخلاق، السب هذا يعني في أعراض الناس شكون يقبل به؟ وش يفيد يا سيدي؟ لو كان جاء السب والشتم يفيد في بناء الدولة نسبوا الكل، عيب يعني، عيب من الشخص نفسه اللي يعتبر نفسه مثقف وراه بوجه للرأي العام يجي يسب ويشتم. أنا كلنا هنا نعتقد أن السب هو سلاح الضعفاء، لما ما يكونش عندك حجة تروح تسب، والسب الناس كل متعود عليه، وكل إناء ينضح بما فيه. والحاجة الثالثة أو العامل الثالث، الشرط الثالث، أن هناك يعني احترام الآداب العامة. هذه هي ثلاثة حدود لحرية الصحافة في الجزائر. الآن الناس تتكلم عليهم، فيهم خرجوا عن الحدود الثلاثة هذه، إما على حدود مجتمعة أو واحد من الحدود هذه، وبالتالي أصبحوا مواطنين عاديين مشمولين بالقانون العام كسائر المواطنين. نخليكم سؤال وسؤالين. السلام عليكم، حسن خروبي، مدير سرشان نيوز الإلكترونية. سيدي، الجسر الجوي والتعاون بين الجزائر وجمهورية الصين الشعبية أعطى وتيرة سريعة لتمكين العلاقة بين البلدين والبعث بطريق الحرير قدما إلى الأمام. وبما أن ميناء الوسط بشرشال هو أحد محطات طريق الحرير بالنسبة للصين، فهل هناك حديث حاليا بين البلدين لإعادة بعث مشروع الميناء قريبا؟ وشكرا. الآن البلدان منهمكان كل فيما يعنيه بمحاربة وباء هذا الكورونا فيروس. عندما إن شاء الله تنجلي هذه المصيبة سيطرح هذا الموضوع للبحث. شوفوا تفاهموا. السلام عليكم معالي الوزير. أمس تم تنصيب مدير للوكالة المستحدثة مؤخرا، وكالة الدولية لوكالة التنمية وتضامن الدولي. ماذا يعني ننتظر من هذه الوكالة؟ ما هي أهم يعني ورشاتها؟ وعلما أنه تتطلب يعني موارد مالية والجزائر تعيش ظرف اقتصادي. شكرا. كل حال، هذا التأسيس هذه الهيئة شيء جديد أعلن عنه رئيس الجمهورية لدى حضورها أشهر القمة الإفريقية في فبراير الماضي، والحمد لله أنه تجسد أمس بالتنصيب الرسمي لهذه الهيئة ولهذه الوكالة. الوكالة القصد منها هو بث ديناميكية جديدة للتعاون الدولي للجزائر. وهذه الوكالة لو رجعتم بالتفصيل صلاحياتها ومهماتها التي نشرت في الجريدة الرسمية لوجدتم أن لها على الأقل 12 مهمة موزع ببعدين، الداخلي والخارجي. منها ما يتصل، على سبيل المثال، ما أعطيش
مش على سبيل الحصر، لأن ربما الوقت يأخذ من الوقت، فيه يعني أشياء متصلة بالبعد الداخلي، وهو مثلا الاهتمام بمتابعة تكوين الجزائريين في الخارج وتكوين الأجانب في الجزائر على سبيل المثال. وفي البعد الدولي أيضا نعطيك أحد الأبعاد، في أبعاد أخرى يعني نطلب منكم أن تراجعوا الجريدة الرسمية. البعد الآخر هو يعني متابعة إنجاء المتابعة التقنية للمشاريع التي تشرف عليها الجزائر وتتبرع بها الجزائر لتساعد أشقائها في الجوار وفي منطقة الساحل الإفريقي. إذن هذا إضافة نوعية أو لن تساعدنا على توحيد أداة توجيه التعاون الجزائري، وفي نفس الوقت تساعدنا على تكريس أواصر الأخوة والصداقة مع هذه البلدان المحتاجة إلى مساعدة الأشقاء والأصدقاء. ما عاديش نروحوا منا وهكذا، واللي في الوسط نعطوا له بعض الكلمة. تفضل. أي تفضل أعطيك سيلك عباش. السلام عليكم سيد الوزير، بلال كباش شروق نيوز. أنت كنتم تكلمتم عن البعد الإقليمي للجزائر ودور الجزائر في دول الجوار. مؤخرا شفنا أنه هناك أزمة وقعت في قضية وزير الخارجية الأسبق رمضان العمامرة وتعيينه أو معارضة بعض الأطراف الأجنبية لتعيينه كمبعوث أممي في الملف الليبي ثم انسحابه. هل لهذه الدرجة فقدت الجزائر دورها في هذا الملف الحساس؟ وهل هذا يعتبر أو يعد من ربما الكلام اللي كنت سبقته وتحدثت عليه سيد الوزير، هو انزعاج بعض أو بعض الأطراف من عودة الجزائر إلى الساحل أو إلى الملفات الجوارية؟ شكرا لكم. ولن سي العمامرة كما صرح به نفسه لم يطلب الترشح، وإنما رشحه الأمين العام. إذن هذا إذا فيه، إذا بعض الأوساط ترى أن فيه هذا فشل للجزائر نطلب منها تصحح حكمها. هذا فشل للأمين العام للأمم المتحدة الذي لم يستطع اختيار رجل كفء مشهودا له بأسلوبه المتميز البسيط في حل الأزمات. وهذا مش خاص بالعمامرة فقط، وإنما خاص أيضا بكبار دبلوماسيين جزائريين آخرين، أذكر منهم السي الأخضر الإبراهيمي، أذكر منهم المرحوم محمد سحنون وغيرهم، اللي لعبوا دور في حل نزاعات دولية بطلب من الأمم المتحدة. أنه كون تفكير الأمين العام في اختيار جزائري لسي رمضان العمامرة، هذا شيء يزرع فينا الفخر والاعتزاز بما أنجبته الدبلوماسية الجزائرية. إذن هذا أنا معتزن به بهذا الاختيار. أما أنه كون هذا الترشح لم يحظى بقبول أحد أعضاء مجلس الأمن، والذي يبدو لي حسب معلوماتي أنه تحفظ ربما لأسباب خارج بلاده استجابة لاعتبارات محلية تحركها بعض الأنظمة ليست لها مصلحة في حل مشكلة الشعب الليبي. والشعب الليبي موجود على حدودنا، وليبيا دولة جارة وشقيقة، ولا يمكن أن يتم أي شيء في ليبيا بدون موافقة الجزائر أو ضد الجزائر. مع ذلك سنستمر في دورنا الوطني النزيه غير المرتبط بالحسابات التي تتاجر بدماء الأبرياء في ليبيا.
سنستمر بهذا لأن هذا واجب وطني، وهذا على الأقل دين تجاه الشعب الليبي الشقيق الذي وقف بجانبنا أيام حرب التحرير. والجزائر وفية ولا تنسى من ساعدها أيام حرب التحرير في الشدائد. تفضلي غنية. شكرا سيد الوزير. غنية عكازي من الكوتيديان دوخان. كنت تكلمت كلمتك الاولى كاع قلت باللي الاجندا هو الاولوي هو تاع لا كونستيتيوشن. هل الرئيس عين تاريخ لاعطاء النسخه الرسميه لكل الاحزاب والجمعيات وكل، لانه هما راهم في الكونفينمون لازم يخدموا ضروري يقدروا يخدموا، هل في تاريخ محدد لهذا؟ شكرا. لا هو ليس هناك تاريخ محدد، ولكن لما نشعر ان الظروف تحسنت ويمكن للرأي العام ان يهتم بملف في مستوى ملف الدستور، هذاك الوقت بطبيعة الحال سنذهب سنوزع هذا المشروع. اما الان اعتقد ان ما كانش واحد الان مهتم بمراجعة الدستور أو مناقشة الدستور، لا من حيث الإجراءات العملية، مش ممكن الآن يجتمعوا راكم تشوفوا أنتم في القاعة ما تقدروش تتقربوا لبعضكم، فما بالك يكون في قاعة كبيرة ونقاش وطالعوا هابط أو في قاعة مضيقة. إذن ما فيش نعم ما صعب 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 صعب، يعني لو كان نجيو نستعملوا لفيديو كونفرنس في هذه الآن، يعني نبدأ يعني يهيئون أنفسهم، نحن إذا نسلموه للمعنيين بالأمر يهيئون أنفسهم، ربما لما تتحسن الظروف ويمكن هذاك الوقت توزيع هذه المسودة يكون الوقت فات عليهم، يكون احنا سبقناهم. فإذا رانا نطريثوا، وبمجرد ما نشوف ان الاجواء الحالات النفسيه نتاع الناس مهيئه والاجراءات الماديه متوفره لفتح هذه الورشه سنبادر بذلك بدون ادنى تاخير. السؤال الاخير من فضلكم، انا وعدت بتاع جماعه الوسط طالما. تفضل الوسط. توفيق بدني قناه الجزائريه. وان مع الوزير، العديد من الموظفين سواء في القطاعين العام والخاص ربما بالمئات أو بالألاف فقدوا مناصب عملهم، هل لديكم إحصائيات حول عدد هؤلاء المتوقفين عن العمل؟ وهل الإجراءات التي اتخذها السيد رئيس الجمهورية كتسهيلات بالنسبة للمؤسسات الاقتصادية تمكن من عودة هؤلاء لمناصب عملهم؟ شكرا. ما عنديش سؤال محدد، ما عنديش جواب محدد على هذا السؤال، ويعني أتمنى أن يعني يطرح على الناطق الرسمي باسم الحكومة، لكن الشيء اللي أستطيع نقول لك أن رئيس الجمهورية مهتم بكل ما يتعلق بالتكفل بالنتائج هذا الوباء، وبمحاولة مساعدة الجميع على تخطيه بأقل التكاليف، سواء كانوا صحفيين أو غير صحفيين، في إجراءات ربما يجري اتخاذها مثل أو نقول الإحصاء، يجري عملية الإحصاء جارية في أكثر من جهة في أكثر من ميدان لمحاولة حصر هؤلاء الذين تضرروا من وباء الكوليرا بسبب إجراءات الحجر، أو إن كانوا مؤسسات أو كانوا أشخاص. ربما بالنسبة للأشخاص القرار اتخذ وأعلن عنه أنه تخصيص منحة مليون دينار جزائري لشهر رمضان، وفيه مليون سنتيم جزائري، تفائلوا خير تجدوه، معليش مليون يعني 10,000 دينار جزائري الجزائري، فيه إلحاح على أن يصب هذا المبلغ
قبل دخول شهر رمضان المعظم أو على الأقل في الأيام الأولى حتى الناس يتنفسوا به. أما الإجراءات الأخرى المتصلة بإحصاء وضع المؤسسات هذه يحتاج إلى وقت، العملية جارية. شكرا. السؤال الأخير، أنا قلت لكم 10 لحقنا 12. تفضل نروح هكذا وهكذا وخلاص. Bonjour tout le monde, bonjour Monsieur le Ministre, Hassanet Amara pour le site électronique Times Algérie. Donc je voudrais revenir sur le plan économique, l'Algérie qui fait face à l'instar de tous les pays du monde à la crise économique due à la chute du pétrole et l'érosion de ses réserves de choses. Je voudrais de change, je voudrais savoir est-ce que l'option de recours comme choix de l'euro bien sûr à l'endettement extérieur n'est pas envisageable, sachant que le président de la République a écarté une telle option à plusieurs reprises. مادام السيد رئيس الجمهورية استبعد حل اللجوء إلى استدائنا الخارجية فهذا الموقف ما زال هو موقف الجمهورية الجزائرية. شكرا بارك الله فيكم، شكرا بارك الله فيكم على هذه أول تجربة معكم أو لقاء معكم، وإن شاء الله نكررها في ظروف أحسن ويكون عددنا أكبر، وهذاك الوقت نلبي رغبات جميع الإخوة الصحفيين. أنا عارف لو كنا نبقى معكم عندي أمام 50 صحفي بلك يكون عنده 100 سؤال، خاطر الصحفي ما يكتفيش بسؤال واحد. إذن يعني الظروف استثنائية، بذلنا جهد باش نقدم لكم كل شيء الآن في إطار الجو الجديد، نسهل لكم المهمة، ونطلب فقط من الصحافة الوطنية أن تتحلى بالروح المسؤولية والروح الوطنية في معالجة الأحداث بالطريقة التي تراها مناسبة، لكن بالروح المسؤولية بالروح الوطنية، هذا هو المطلوب في المرحلة هذه الحساسة التي تمر بها البلاد. والجزائر تبنى أيضا بالصحافة الحرة المستقلة التي تقدم شيئا لدعم الديمقراطية في البلاد. شكرا بارك الله فيكم، رمضان مبارك لكم ولجميع الشعب الجزائري والأمة الإسلامية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنا الآن نتابع مباشرة من مقر رئاسة الجمهورية ندوة صحفية نشطها الوزير المستشار للاتصال الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية محمد سعيد بالعيد بحضور مختلف وسائل الإعلام الوطنية. شكرا على المتابعة، في أمان الله.